أهلا وسهلا بالمشاركين في هذه قراءة لوكسمبرغ للقرآن وفقا للغة السريانية. أنا جدا فعلا سعيد بوجود الأب دانيال شمعون والدكتور جميل إسكندر والأستاذ كريستوف لوكسمبرغ. ستكون هذه أول حلقة لنا حول هذا الموضوع، وأرجو الدكتور لوكسمبرغ أن يبين لنا منهجه في قراءة القرآن. الكلام إليك أستاذ لوكسمبرغ. نعم، السلام عليكم أولا. أهلا. ما دفعني إلى دراسة القرآن حسب القراءة السريانية، لكن طبعا عربية والسريانية، هو كتاب قرأته في الأساس، وهو تعرفونه دون شك، لأبو موسى الحريري قسوة نبي، وفي كتاب لاحق بعنوان المسيحية في ميزان المسلمين، كتب أبو موسى الحريري بأن القرآن ترجم عن إنجيل ورقة بن نوفل، وهو المسمى بإنجيل عبرانيين. فأنا قلت بنفسي، أولا القرآن يختلف عن كتابة الإنجيل، يكفي القوافي اللي نجدها في القرآن ليست موجودة في الإنجيل، فمعناها مش ممكن أن تكون ترجمة حرفية. إن كثرت ممكن أفكار مأخوذة من الإنجيل معقول، ولكن بتصرف. لكن أبو موسى الحريري قال في اليوم الذي سيكشف عن إنجيل ورقة بن نوفل تحت رمال الصحراء، هذا سيقلب تاريخ الإسلام من فوق إلى عقب. أنا قلت له بنفسي، يا أبونا لننتظر لحتى يكتشفوا إنجيل ورق بن نوفل تحت رمال الصحراء، مثل ما بيقولوا في مصر بكرة في المشمش، يعني ممكن ننتظر مدة طويلة. ولكن حتى لو افترضنا أن وجدوا هذا الإنجيل، فأكيد مش العرب سيقولون لك يا محترم طلع معك حق لخينا، هذا هو الإنجيل لخينا، أكيد لا. أنا مش بحاجة لإنجيل ورق بن نوفل لكي أرى إن كان في القرآن ترجمة أم لا، عندي نوع من الخبرة بالترجمة، أنا يكفيني أن أقرأ القرآن لأنظر إذا كان حقيقة هناك ترجمة أم لا. لأنه لو كان مترجم فمفروض أن يكون عبقري إن لم نلاحظ أن هنا ترجمة. وتحت هذه النظرية ابتدأت بقراءة القرآن. ما كان إلي علم بالقرآن، كنت أعرف فقط الفاتحة عن غائب صحيح، لكن غير الفاتحة ما كنت فاتح القرآن. فإذا ابتديت لأول مرة بقراءة القرآن بدون أي تأثير خارجي، يعني بدون تأثير من الدراسات الإسلامية ولا من الأساطير الإسلامية ولا من التفاسير الإسلامية. ولكن طبعا أولا المرجع الأول كان طبعا نشوف طبري التفاسير العربية شو تقول. هناك لاحظت لأول مرة التعبير اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فطبعا تساءلت لأي سبب أهل التأويل مختلفين بالنسبة لهذا الموضوع. فإذا ابتدأت من وقتها ابتدأت الفحص أشوف إذا كان لها معنى سرياني، وبهذه الطريقة تدريجيا أكتشف ما هي المعاني السريانة. أحيانا تكون كمان كلمات عربية صحيحة ولكن بدون معنى بالسياق القرآن، وفي هذه الحالة كان مفروض ترجمتها إلى السريانية لأتخذ من مفهوم التعبير السرياني المعنى المطابق لسياق القرآن. وهكذا طبعا هذه الدراسة لم أكتشفها بين الليلة وضحاها، لأنه في هذه الفترة صار لي أكثر من 20 سنة وأنا أفحص لغة القرآن، وما زلت يعني يوميا تقريبا أكتشف كلمات، وأصبح شعاري أعطنا كلمتنا كفاة يومنا. فكان مفروض علي كل يوم لاقي ولو أنه كلمة واحدة في القرآن يعني غامضة غير معروفة نشوف شو معناها. ونعطيكم أمثلة،
إن شاء الله نهار وطالع. مثلا نعطيك أمثلة، سورة آخر آية لسورة مريم، كم من قرن أهلكنا من قبلهم؟ هل ممكن أن ممكن تفرجونا النص القرآن؟ هل ترى منهم من أحد أم تسمع لهم ركزا؟ ممكن نشوف الآية. فإذا تعبير هل تسمع لهم ركزا اعتبر أهل التأويل الطبري أنه لابد أن يكون سمع صوت، فاعتبروا كلمة الركز بمعنى الصوت الخفي. ركز بمعنى الصوت ما له وجود لا بالعربية ولا باللهجات العربية ولا بالسريانية، فمعناها هنا حصل خطأ بالاستنساخ بالنقل بنقل بالحروف يعني بالرسم. الراء والدال سريانيا هم نفس الرسم، ويتميزوا فقط هم الحرفين الوحيدين اللي يتميزوا بنقط، نقطة من الأعلى من فوق تكون راء ريش، ونقطة من تحت تكون دال دالث. فإذا هنا الناقل المستنسخ نقل الدال والراء السريانية بنفس الشكل العربي يعني راء راء، راح حطوا نقطة على ثاني راء أصبحت ركزا، لكن الحقيقة النقطة فوق الراء تكون راء سريانية، ولكن مفروض أول راء تكون نقطة من تحت سريانية فتقرأ ذال عربيا، ولذا أو تسمع لهم ذكرا وليس ركزا. فهذه أول ملاحظة لاحظت أنه في بالأساس كتابة سريانية المسماة بالكرشوني، ونقلها من السريانية يعني بنقلها من السريانية إلى أول محاولة لنقلها إلى الخط العربي حصلت هذه الأخطاء، وسوف نرى أكثر من ذلك. ممكن أن تطرحوا أسئلة بالنسبة لي ما سبق. أستاذ فريمك كمل المنهج تاعك في قراءة القرآن وبعدين حنسأل الأسئلة. طيب فإذا أولا مراجعة الطبري أول في أول مرحلة مراجعة الطبري. طبعا الطبري يذكر المفسرين ثم يعطي يبدي برأيه، يعني مش هو ليس الطبري بنفسه اللي يشرح، وإنما يعتمد على أهل السلف ويعطي مثلا يقول أنا أعطي حق لفلان أو فلان. لكن أحيانا يعني قد حصل أنه أحد المفسرين جاء بالشرح الصحيح إنما رفضه الطبري، ولكن علينا في هذه الحالة أن نبين لماذا هذا الرأي الوحيد هو صحيح، طبعا بالإثباتات اللغوية بالمراجع اللغوية. ثانيا إذا ما لقينا حل في الطبري نراجع لسان العرب، فإذا قاموس العربي، لأنه نجد حتى في لسان العرب تعابير كانت سريانية بالأساس كانت موجودة بالعربي لكن فقد معناها حاليا، لكن كانت موجودة باللغة العربية، وهذه هم تساعدنا مرة ثانية أنه نلاقي الحل الصحيح. وإلا نشوف بعدها إذا حصل خطأ بالتنقيط، لأنه حسب بحثي التنقيط لم يحصل إلا في المرحلة الرابعة لتدوين القرآن، لأن نشرح لكم كيف الوصول إلى المرحلة الرابعة، يعني مفروض أن تكون مرحلة الأولى. المرحلة الأولى المفترض أن تكون بالخط السرياني، ليس عندنا أي شواهد لقرآن مكتوب بالخط السرياني، ولكن الأخطاء اللي حصلت في المرحلة الثانية أي من النقل بالنقل من الكرتوني إلى العربي حصلت أخطاء بالنص العربي لا يمكن شرحها إلا على أساس شكل الحروف السريانية، سوف نأتي على هذا فيما بعد. هذه تكون المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة
حصل نقل من العربي إلى العربي وحصلت أخطاء بالرسم لا يمكن شرحها إلا على أساس شكل الحروف العربية. هذه المرحلة الثالثة. عندنا فإذا في المرحلة الثالثة الرسم فقط بدون أي تنقيط. التنقيط حصل فيما بعد في المرحلة الرابعة، هذه يسميها المرحلة الرابعة. في التنقيط حصلت أغلب الأخطاء في التنقيط. فإذا من جملتها الريكس مثلا مفروض أن تكون ذكر وليس ريكس، فسوف نأتي على ذلك فيما بعد. وخامسا يعني آخر مرحلة هي التشكيل. التشكيل كما نعرفه من طبعة القاهرة من سنة 1924، هذه آخر مرحلة لتدوين القرآن. ما عندنا لم أحصل على مخطوط مشكل كطبعة القاهرة، ولا أدري لا يمكن القول متى تم تشكيل القرآن. عندنا فقط طبعة القاهرة. فإذا ممكن أن تجدوا أنتم ممكن أن تحظوا بمخطوط سابق مشكل كما هو مشكل في طبعة القرآن في طبعة القاهرة. هذه ما نسميها طبعة مصحف القاهرة أو طبعة القاهرة من سنة 1924. ثم بتغيير التنقيط ممكن نحصل حتى على كلمات عربية صحيحة، يعني ممكن يحصل الخطأ حتى في كلمة عربية. إذا ما كانت عربية ممكن أن تكون سريانية مثلا بالنسبة للتنقيط. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما معنى قضى نحبه؟ دخل هذا التعبير في اللغة الفصحى فأصبح بمعنى توفي، مات. لكن قضى نحبه لا علاقة لها بالموت. نحبه تنقيط خطأ، سريانيا بحنا بحين معناته بعربيا امتحن محن. قضى محنته أي برهن لرن أن وعد الله وأوفوا بوعدهم. فإذا قضوا محنتهم وليس بمعنى ماتوا. فإذا منهم من قضى محنته ومنهم من ينتظر، هذا هو المعنى. هذا الخطأ حصل بالتنقيط، لكن الفعل صحيح هو سرياني وليس عربي. ولذا القراء العرب لم يفهموا هذا التعبير، فإذا ابتدعوا له جعلوا له تنقيط غير موجود باللغة، بحنه ما لها وجود باللغة. لكن نحبه عدم أخذ نحبه، لكن بحنه موجود بالسريانية ومعناته محنته. وسوف نأتي بالتفصيل عن مثل هذه الأخطاء. أما بالنسبة للتشكيل نعطيكم مثل متى حصل أخطاء بالتشكيل تغير المعنى تماما. مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ممكن أن تظهروا لي هذا النص أبونا حنا؟ ممكن تفرجينا النص شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ بعدين بيقول مباركا وهدى للعالمين، ما معناه؟ فإذا فهم أهل التفسير فهموا بهذا التشكيل بأنزل يعني بالمجهول أن القرآن أنزل في شهر رمضان، يعني خلال شهر رمضان، وهذا غير صحيح. من يقول أنه نزل في شهر رمضان؟ القرآن. القرآن قراءة أنزل خاطئة، مفروض قراءة أنزل فيه. وأنزل فيه في عربيا تعني أيضا بالنسبة له بخصوصه، أي بخصوص شهر رمضان أنزل القرآن تعليمات يعني تشرح لكم كيف التصرف في شهر رمضان. من كان في سفر أو كذا وكذا مفروض عليه أن يصوم مثلا كذا كذا. فإذا القرآن أنزل بخصوص شهر رمضان تعليمات، وليس القرآن اللي نزل داخل خلال شهر رمضان في شهر رمضان، لأنه في عربيا تعني أيضا بخصوص. مثلا كتاب في التاريخ تعني عن التاريخ وليس داخل التاريخ. وهذا المعنى جاي أكثر من مرة في القرآن بمعنى في بالنسبة إلى. هذه بالنسبة للتشكيل. غير مثل
لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما معنى إذا أفضتم من عرفات؟ جعلوا من عرفات جبل عرفات، هل هذا صحيح؟ ما جوابكم على هذا السؤال؟ هل يتكلم القرآن عن جبل عرفات؟ لأن هالمناسبة بما أنه العيد الأضحى بعد يومين أو الغد، فإذا جبل عرفات والوقفة وقفة عرفات يعني شهيرة، يعني بدون جبل عرفات الحج يعتبر غير صالح. ما رأيكم؟ هل صحيح أن القرآن يتكلم عن جبل عرفات؟ ما معنى إذا أفضتم من عرفات؟ ما رأيكم؟ ما المفهوم من عرفات؟ جعلوا من عرفات اسم مكان واسم جبل تقريبا 20 كيلومتر شرق مكة، يعني قريب من مكة. لكن القرآن لا يتكلم عن جبل ولا يتكلم على اسم مكان، وعرفات ليست اسم مكان ولكن لها معنى آخر، أعطيكم الشرح. فإذا نشوف منطق القرآني، لا جناح عليكم أن تبتغوا من ربكم فضلا من ربكم. ما معنى إذا طلبتم من ربكم نعمة ما حد ينيكم عليها، تمام؟ فإذا ماذا يكون الجواب إذا طلبنا من ربنا نعمة؟ إذا طلبنا من ربنا هل يجيب لنا هذا الطلب أم يرفض؟ عادة يقال في الإنجيل اقرعوا يفتح لكم. فإذا إذا طلبتم طبعا ربنا رح يلبي طلبكم. فإذا الجواب موجود في إذا أفضتم من عرفات. ما معنى أفضتم من؟ جعلوا منها مصطلح بمعنى القيام على جبل عرفات بعد القيام الليل صباحا عند النزول إلى منى لعيد الأضحى، المفروض ينزلوا بسرعة فأسموها الإفاضة. إذا أفضتم هذه كلمة إفاضة حصلت مرة في نص، جاءوا لعندي الطلاب قالوا لي الأستاذة تطلب منك أنه ترجع تعيد معنى هذا النص لأنه ما فهمت كل شيء. فقرأت معهم النص وكان الكلام عن مسلم في المدينة اختلف مع الإمام وما كان يروح يصلي في الجامع عندهم، كان يقيم الصلاة عنده في البيت، ولا يفيض بإفاضتهم. أنا سألت ما معنى لا يفيض بإفاضتهم، أنا مش سامع هالكلام أبدا. سألتهم كيف شرحت الأستاذ هذا التعبير؟ قالت لا تعرف هي، قلت لها هي ما هي اختصاصها الإسلاميات، كيف ما بتعرف معنى الإفاضة؟ قال لا ما بتعرف. قلت له أنا مثلكم ما أعرف، لكن شوف يعني لازم أتنور وشوف القاموس اللسان العرب ماذا يقول عن الإفاضة. ولذا لأول مرة سمعت أنه الإفاضة هي قيام الليل، أولا بعد قيام الليل على جبل عرفات الإسراع بالنزول إلى منى، هذه يسموها الإفاضة. فإذا فضتم من عرفات يعني من جبل عرفات يا أخي، هذا كلام. فإذا نرجع لمنطق النص القرآني، فإذا نعيد، إذا لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا لوم عليكم إذا طلبتم نعمة من ربكم. كلمة نعمة معروفة كما في اللهجة الحالية في العربية الحالية وفي القرآن مرات عديدة، هو المعروف، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف، معروف نستعمله حتى اليوم بمعنى المعروف، يعني عمل جيد، عمل كويس، سيء، طيب، عمل صالح نسميه معروف، نشكرك على معروفك. فإذا المعروف، طلعت مرة في الإنترنت ما هو جمع معروف، لاحظت أنه واحد غيري طارح نفس السؤال، واحد يسأل ما هو جمع معروف، والجواب كان يا جماعة معروف ما لهاش جمع بالعربي. إذا واحد عمل معي عدة مرات معروف، مثلا 10 مرات، نقول عمل معي 10 مرات معروف، لكن مش معروفات ولا معارف، ما نقول معروف، دخل في المفرد. القرآن يستعمل الصيغة السريانية لاسم المفعول، المعروف هو اسم مفعول عربي، والاسم المفعول السرياني عرفة. عرفة
أو معروف. عرفة تصبح بالعربية معروف. عندنا في الدارجة مثلا يقول واحد بهلة ومبهول. بهلة يعني مبهول. جدبة ومجدوب. عندنا كلمات بهالمعنى. فإذا نستعمل الصيغة السريانية والصيغة العربية مثلا في اللهجة اللبنانية، بهلة ومبهول، جد ومجدوب، فتلة ومفتول. فإذا فتلة فعلة اسم مفعول سرياني. عندنا نوعين من المفعول السرياني، عندنا فعلة وعندنا فعيلة. الفعيل عندنا فعل أو فعيل. فإذا أخذ هون كاتب القرآن، فإذا ليستعمل جمع معروف، هو يعرف أنه معروف ما لها جمع، أخذ الصيغة السريانية عرفة وجعل منها جمع فقال عرفات. فإذا مش أفضتم، يعني إذا أفاض الله عليكم من نعمه، فإذا إذا أفضتم من عرفات وليس إذا أفضتم، لا إذا أفضتم من عدم، إذا أفضتم وليس إذا أفضتم. فإذا مفروض قراءة المجهول إذا أفضتم من عرفات، بمعنى إذا أفاض الله عليكم من عرفاته أي من نعمه، فاذكروا اسمه عند المسجد الحرام. هذا هو المعنى المنطقي لكل النص، فما رأيكم؟ فإذا هنا الخطأ حصل بالتشكيل، وهذا التشكيل له أثر كبير لأنه يغير كل المعنى، ويعني أنه وعجب العرفات لا وجود ولا ذكر له في القرآن. حلو. أبونا أستاذ جميل، هل ممكن تعرض علينا النص؟ اعمل الشير، بارتاجي أستاذ جميل. أستاذ جميل يظهر عليه اختفى. المهم ونحن وينك؟ وين وين أستاذ جميل وينك؟ مش عم نسمعك بقى. أنا سامعك أبونا. أنا أشوف أنه في هو يسجل حاليا ما ذكرناه. هو بسجل أبونا، بس هلأ أعرض النص علينا. مضبوط، نشوف النص. ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. إذن احنا انا هعيد السؤال على الاب دانيال الشمال، مدام هو متخصص في اللغة الأشورية وكاتب كتاب قواعد اللغة الأشورية، ما رأيه في تفسير الأستاذ لوكسمبرغ؟ ايوه رأيي هو ان هذا التحليل الذي يقدمه الأستاذ لوكسمبرغ تحليل عميق وعظيم حقيقة، يعني بهذا التحليل بهذه الصورة هذه تفهم الآيات هذه بصورة صحيحة، ويكون لها منطق، يعني تكون منطقية، لأنه يعني بدونها كما إلى الآن تفسر ليست لها منطق، يعني ليس هناك كوهيرانس، يعني لا ليس هناك ايوه منطق مع فيها، يعني في الاقسام المختلفه من الايه، يعني ما ترتبط، لكن بهالصيغه هذه بهالصوره هذه ارتبطت جيد واعطت وصارت جمله مفيده، لانه ما كانت جمله مفيده حقيقه في الطريقه الاولى، هنا الان صارت جمله مفيده لها معنى ومعنى حقيقه تام. اوكي، هذا هو رأيي يعني، وأنا أهنئ أستاذ لوكسمبورغ على هالجهد هذا، على هالتحليل هذا. نعم، لكن شرح زائد لك بالنسبة أفضتم لو كان المعنى بمعنى القيام الانتفاضة، بمعنى انتفضوا صباحا. أيوة. كان على الأقل يقولوا إذا انتفضتم وليس إذا أفضتم. مستحيل. صحيح، أفضت عليكم يعني أفضتم، يعني فاضت عليكم طبعاً. فاضت. أيوة. عليكم نعم الله، فضل الله فاض عليكم بالضبط. هنا الآن تعطي أيوة معنى صحيح وكامل الآية. جميل جميل جدا. أيه. بالضبط غيره.
كمل كمل اذا استاذ لوكسمبرغ في شرحه التفاصيل، يعني التفاصيل سوف تاتي لاحقا بشرح السور القرانيه، يعني ما لها معنى اجي اشرح لكم كل الاشياء اللي اعطيتكم مثلين، مثلا بالنسبه للتشكيل اين حصل الخطا بالتشكيل نفسه، وهذا ينفي العقيده التي اطلقوا عليها مصطلح تواتر، لانه حتى كلمه تواتر قراءه خاطئه اخذوها من القران من كلمه اعتبروها ظرف وهي تترى. انا ما سمعت باي لهجه عربيه ولا بالفصحى ولا بالسريانيه كلمه تترى. ما معنى تترى؟ قلت هناك جبال في اوروبا الشرقيه اسمها تترى، لكن تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولهم كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. اعتبر المفسرون ألحقنا بعضهم بعضا تشرح ما معنى تترى، أي وراء بعض، يعني خلص أصبح منها حاطين بالقواميد المنهج اسمه في مصطلحات القرآنية معجم الألفاظ القرآنية حاططها تحت واو وترى وترى أعطاها تواتر. هذا خطأ ما له وجود باللغة. التوتر لا لا مش معنى التوتر، تواتر ما له المعنى. فإذا كيف نقرأ ثم أرسلنا رسلنا تترى لتعطينا معنى منطقي؟ ما هو واجب الرسول؟ معروف ما على الرسول إلا البلاغ، ليس على الرسول إلا البلاغ. فإذا الرسول عليه البلاغ، فكيف علينا أن نفهم كلمة تترى؟ حصل خطأ بالنقل بالاستنساخ. فلاحظت أنه مثلا بالكتابة النبطية يصلون كل الحروف ببعضها، حتى الواو يصلوها بالحرف اللي بعده بحيث أنه ما تعرف إذا كانت فاء أم واو. فقد حصل هذا الخطأ بالقرآن بعض الأحيان، يعني مش كثير، لكن ممكن ألاقي لكم كم كلمة كيف أنه وصلوا الدال بالحرف اللي بعده، فراحوا قروه ككرسي فرح آخر، راح حطوا عليه نقط. فإذا تترى علينا أن نفصل التاء الثانية من الراء ونحذف النقط، فتصبح يصبح الكرسي اللي اعتبروه تاء دال، وأول تاء علينا أن نحذف نقطة واحدة ونجعل فقط نقطة واحدة فتقرأ نذر، ثم أرسلنا رسلنا نذرا وليس تترى. هذا خطأ واحد. غيره ثم حملناه الكلام عن نوح. بس أستاذ لوكسمبرغ سؤال، ثم أرسلنا رسلنا نذرا، يعني أرسلناهم لكي ينذروا يعني؟ طبعا كنذر، طبعا يعني كنذر جمع نذير نذر. أيوة فهمت، هلا فهمته. طيب إيه؟ جميل جدا، كمل يعني أستاذ. كنذر يعني جمع نذير موجودة في القرآن على كل حال. لست إلا نذيرا. أيوة تمام. غيرها بالنسبة لنوح، ثم حملناه على ذات ألواح ودسر. أيوة، فهنا فصلوا أول حرف من الحرف التابع، فإذا الدال فصلوها عن السين أصبح الدال، لكن هون حصل العكس، كان مفروض يوصل الدال بالحرف اللي بعده بالسين، فتصبح الدال كرسي لحرف آخر، وهذا الحرف ينقض بنقطة واحدة بالنون، وتصبح الكلمة نشر، انشار، انسارة بالسرياني معناه الخشب المنشور، انسارة وبالعربي موجودة انشارة بمعنى مش اللي يسقط الذي يتساقط من نشر الخشب، وإنما الخشب المنشور نفسه بالسرياني تعني الألواح، ممكن يكون مرادف للألواح، وممكن يكون يعني خشب آخر منشور ذات ألواح ونشر وليس
سياسات دسر ما لها وجود كلمة دسر، اعتبروها بصامير. أنتوا عارفين أنه السفينة يجعل لها بصامير يلصق، يعني داخل السفينة حطوا ما يسمون بالفرنسية ديلات يلصقوها بالغرة وليس بالبصامير. فإذا ذات ألواح ونشر انشارة معروف الكريمة، انسار بالسرياني بالسين وشين بالعربي. فهذه مثلا خطأ حصل بالنقل، فإذا هذه الدال ليست دال وإنما نون انشارة وليس دسر. فإذا معناته أنه بالخط العربي قبل الخط المعروف بالحجازي والكوفي كان هناك شكل للدال كما نكتبه اليوم. أنا حاولت أنا أكتب الدسر، لاحظت أنه الدال إذا وصلت بالحرف اللي بعده تصبح كرسي، فإذا أقرأها نشر انشارة، سريانيا نشر انشارة، ألواح ونشر منشارة ينشر غيرها. لاحظت طالما الدال أخطأوا بالدال بهالطريقة مفروض أن أجد كلمات أخرى واصلين الدال بالحرف اللي بعده ما عاد يقرأ دال، مستحيل الدال إذا وصلتها بالحرف اللي بعده مستحيل تقرأها دال. فأخطأوا أيضا في غير كلمات. أعطيكم مثل لنقسمن لنتقاسم بالله لنبيدنه لا عزم واخده لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما منا شاهد مهلك أهله. ممكن تفرجون هالآية الكريمة؟ هل ظهرت؟ نعم. دكتور جميل بيّنت أستاذ فريم بيّنت. فإذا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا الآن تقاسموا بالله لنبيتنه. ما معنى لنبيتنه؟ طبري يشرح هو نايم نقتله، يعني نبيته عنا ونقتله، هذا ما يقوله عنه. وأهله يعني لنبيتنه وأهله. طيب وأهله ثم لنقولن لوليه. ما معنى لوليه؟ الولي غير مذكور لا بالأول لا قبل ولا بعد. ما شهدنا مهلك أهله، أهلك أهله معناته ماتوا قتلوهم. فإذا كيف علينا أن نقرأ لنبيتنه طالما النتيجة هي مهلك أهله؟ ما معنى كيف علينا أن نقرأ لنبيتنه؟ فإذا هنا نبيتنه عندنا 5 كراسي ل5 حروف مختلفة، نون ب ياء تاء نون هاء، آخر نون نفصلها عن التاء، والتاء نحذف منها النقطتين فتصبح دال. لنبيدنه وليس لنبيتنه. نعم صحيح. ولذا أباد يبيد مرادف لأهلك. ما منا شاهد مهلك أهله وقت يكون في منطق بالنص. فالآن ما معنى لوليه؟ بما أنه ليس هنا أي ولي مذكور، لا ذكر للولي لا قبل ولا بعد. ولنعرف أن الكرسي اللي هنا معتبرينها ياء ممكن أن تكون أيضا عبارة عن الألف. عندنا أمثلة كثيرة بالقرآن، بالأخص في آخر الكلمات في الأفعال، بالأخص الأفعال المعتلة الياء. مثلا بنا بنيها تقرأ بناها، تكتب بالياء ولكن تقرأ بناها، هذه معروفة في آخر. لكن اللي ما لاحظوا حتى في نص الكلمة مش فقط في آخرها ممكن أن يكون كرسي الياء المعتبرين ياء ألف. فإذا هنا بدل لوليه لولاه ما منا شاهد نصيق، يعني ما فيش غيره اللي أتى الأهل وهرب، هاي لولاه مثل وليه. ما رأيكم؟ صحيح.
ممكن إذا تشرح لنا الآية أستاذ لوكسمبرغ في الحالة هاي؟ لا، معنى أنه هناك جماعة ناويين على واحد مش حاطين اسمه، ممكن مش نعرف عن الكلام عن من هو هذا الكلام. المهم هنا رجل عنده عائلة أهل، هم يقسمون أنه راح نقتله هو وأهله ونخليه يعني نخفيه بحيث أن يعني نتهمه بأنه هو قاتل أهله وهرب بهالمعنى. طيب لوليه كيف صارت؟ لولاه مش لوليه، لولاه يعني دونه هو، يعني غيره هو مش ممكن يكون كاتم مهلك أهله، ما في غيره هو يعني لولاه مش لوليه. لنقولن نقطتين، لولاه ما منا شاهد مهلك أهله، يعني ما عدا هو مش ممكن، مش عارفين ممكن يكون خاتل أهله، ما فيش غيره يعني. فهمت. هلا يعني اتهموه هو أنه قاتل أهله وهرب مش هم. يعني هو اللي اقترف الجريمة بقتل أهله. أيوة، أنه هو اقترفه وهرب واختفى. ولذا لنبيدنه، يعني نقتلون بعده. ايه يعني بالفرنسي لو فير ديسباريتر. ايوه 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 ايوه، يعني هو واهله حنهلكه. لا، يقتلون كلهم ولكن يخفوه واهله، وبعدين يكون هو يتهموه هو انه قتل اهله. ايوه ايوه ايوه، واضح الامر، واضح الامر. ايه وليد لنبيدنه ثم لنقول لنا لولا، يعني ما عدا هو ما فيش غيره اللي قتل أهله، ما منا شاهد مهلك أهله، يعني إن كان هناك أحد ممكن أن نشك به هو، ما فيش غيره لولاه، ما منا شاهد مهلك أهله. ما رأيكم؟ جميل جميل جدا. أيضا ما دلني على وصل الدال بالحرف اللي بعده هي كلمة دسر، من دسر توصلت إلى تترا. هناك دال بالعكس، عاملين العكس، يعني واصلين الدال بالحرف اللي بعده بحيث أنه ما عاد يلفظ كدال. بينما دسر حطينا دال مفروض ما تكون دال، كان مفروض يوصلوها بالحرف اللي بعده بالسين لتصير نشر وليس دسر. ما فيش إلها وجود كلمة دسر، لا باللهجات العربية ولا بالفصحى ولا بالسورية ولا بأي لهجات من اللهجات الآرامية، ما في الدسر. فإذا أول شيء لازم نتأكد من عدم وجود هذه الكلمة. مثلا سألني زميل كيف أنت بتشك بالكلمة، قلت بالفرنسي باسكو جو سون كو سا كلوش. أيوة يعني أيوة فيها الدسر. لا مش صحيح، مش ممكن يكون. خلي سو سنتيمون نو نلافون با. المشكله يحطوا يطلع بالقاموس يقول لك لا موجوده بالقاموس، كيف تشك فيها؟ تشك فيها لانه مش موجوده باللغه. انا متاكد انه هذه الكلمه لا وجود لها في اللغه، لا في القاموس، حتى لو كتبت بالقواميس لكن القاموس هم ايضا ممكن يعني يكون مخطئ لانه اخذها من القران. ايوه ايوه ايوه، هم عملوا القاموس لتبرير القران. صحيح، فراحوا شارحين اخذين القراءات كما هي واعطوها معنى وحطوه بالقواميس، اصبحت طبعا مفروض تصدق انه هذا القاموس صحيح، لكن لا، حتى القاموس لازم نقرا القاموس بنقد، يعني بعيب مع النقد، يعني مش انه تصدق كل اللي كاتبينه بالقواميس، مفروض حتى القاموس نشوف اذا صحيح او لا. تمام تمام تمام. في عندي مثال رابع بالنسبة للدال لكن لا تخطر على بالي الآن، سجلها. دكتور جميل ممكن تتذكر، ذكرني أي كلمة رابعة كلمة فيها دال مختفية، نشوفها بعدين بسيطة. المهم يعني أغلب الأخطاء اللي حصلت في الرسم هم الحرفين، حرفي الأبجدية السوريانية يلي هي الدال والراء، أخطأ أكثر شيء بين الدال والراء.
مع أنه ممكن قول أنه بالعربي، لكن بالرسم الكوفي والحجازي مستحيل يحصل خطأ بين الدال والراء، لأن الدال والراء شكلها يختلفان تماما. يعني الدال تشبه الكاف وليس الراء، والراء تشبه الواو. سوف نرى أنه بالنقل من العربي إلى العربي أحصلت أيضا أخطاء بالنقل بين الراء والواو، يعني أخذوا مرات الراء الواو، كتبوا بدل الراء واو، مرات بدل الواو راء. ممكن أعطيك المثل؟ تفضل. بس أستاذ أستاذ لوكسمبرغ، نعم. كلمة بيت موجودة في القرآن، موجود، أعطيك الآية اللي موجود فيها: والله يكتب ما يبيتون. أوكي، هاي حلوة جدا، أتذكرها. أيوة. أنه مش يبيتون لأنه مستحيل، لأنه بيت. اسمح لي، ممكن ترجيني هذه الآية الكريمة؟ أيوة. أستاذ جري جميل، ممكن تذكر يبيتون، إذا تكتب فقط يبيت. أيوة، والله يكتب ما يبيتون. ايوه، عفارم عليك، اتفضل دكتور سليم. ممكن تشرح لي اولا مفهوم، كيف تفهمون يبيتون في هذه الايه؟ والله يكتب ما يبيتون، كيف تفهمونها؟ هلا انا اعطيك ازاي فهمت يبيتون. يدبرون ليلا، يدبرون ليلا، يدبرون صحيح، ولكن ليلا غلط، خطأ، لا لها علاقة بالتبييت هنا أبدا. الخطأ حصل بالتنقيط، هذه في المرحلة الرابعة. أيوة. كيف أنت بتقرأها إذن؟ فإذا أولا ممكن أن نتابع، ممكن شوف لي كلمة يستنبطونه، بعدها بيجي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما معنى يستنبطونه؟ استنبط يعني أخرج معناه. وهم بأي معنى؟ يعني يفهمونه. لا لا، أنبط أو أنبت، الطاء هنا عند إبدال الطاء والتاء. ما معنى أنبت؟ معنى أيضا أخرج، لكن سريانيا أنباع بالعين تعطي أيضا معنى أنبت، وتعطي معنى اخترع، ابتدع شيء لا وجود له. فإذا هنا مش ينبتونه، عدم، مش ين، كيف قريتها؟ يستنبطونه. لا، قبلها الفعل اللي يبيتون، مش يبيتون، ينبتون، أي يخترعون، يبتدعون. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يكتبوا ما يبيتون. مفروض قراءة لا ينبتون، ينبتون وليس يبيتون. هنا لا علاقة لا بالبيات ولا التبييت. وهذا المعنى أخذته أولا، ترجمته للسرياني ورأيت أنه بالسرياني أنباع، هون نوعين، نوعين لان يلفان من كل، أنبع بمعنى اخترع، ابتدع، ولذا استنبط، يستعمل فعل استنبط بنفس المعنى. ما يستنبطونه أي ما يخترعونه، ما يؤلفونه من عندهم، يعني ما يبتدعون، يعني غير الكلام اللي انت تشرح لهم، يشرحوا شرح اخر، يخترعوا من عندهم شرح اخر. طيب استاذ لوكسمبرغ، كلمه بياتا لنبيتنه جت كمان في ايات اخرى، تحب اذكرها اليك؟ جاي مره واحده انه بياتا هم نايمين، صحيح ممكن تكون بهذه المعنى، لكن هنا بهذا السياق لا، مستحيل. بس هي جت مو مرة واحدة، جت ثلاث مرات أستاذ. البياتن فقط بيستعملها في حالة أنه إذا هم مش حاضرين، يعني ممكن ربنا يأخذهم هم نايمين أو هم فايقين، بهالمعنى جاي فقط.
تحب أذكر لك الآيات؟ ممكن طبعاً أتذكرهم، ممكن تذكريها. وكم من قرية إن أهلكناها فجاء بأسنا بياتاً. صحيح، هذه معنى البيات صحيح. وبعدين في آية أخرى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً. شفت، فإذا دائماً في هون يعني ربنا بيجي بأخذهم وهم نايمين، هذه دي صحيح. وبعدين في كمان هم قائلون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا. صحيح، كل هذه صحيحة بالنسبة للبيات، لكن بهذا النص مستحيل تكون بيتة. أيوة أوكي أوكي، أنا حبيت فقط يعني أشوف كيف تركب يركب المعنى. حلو جدا. فإذا هنا أنبت بمعنى اخترع، اخترع. حلو، ابتدع. حلو جدا. اي حلو جدا. ولذا استنبط، ماذا ما يستنبطون، يستعملها الفعل الثاني لكن مفهوم العربي يستنبطون. اي الان كاتب التط يعني يستنبطون، نفس الشيء يخترعون، يعني يخرجون بمعنى يخترعون. ايوه بالعربي اليوم ما له هذا المعنى. استنباط طبعا يفهموه من الارض، اخرج من الارض، استنبط يعني من البطن. لكن هنا جاي بالمعنى المجازي، يعني يخرجون يخترعون يستنبطون. ايوه اخترع. حلو جدا خير. ايه فاذا لا، تفاصيل المنهج سوف تاتي طبعا بشرح الصور. نعم، يعني لا يمكن ان اتذكر كل الاشياء